الخامس من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. الأيام خمسة، المراحل التي يمر بها الإنسان خمسة مراحل. يوم في العدم قبل أن يخلق. ويوم في الأجنة في بطن الأم. ويوم في الدنيا. ويوم في القبر. ويوم القيامة، هذا آخر الأيام، اليوم الآخر، آخر الأيام الخمسة. كيف أؤمن باليوم الآخر؟ تؤمن بكل ما يكون بعد الموت. خروج الروح. قبض الملائكة للروح. عذاب القبر، نعيم القبر. تسأل في قبرك أسئلة ثلاثة. البعث بعد الموت. الحساب. محاسبة الخلائق على الأعمال. الجنة، النار، الإيمان بوجود الجنة، بوجود النار. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر.